فقرة Do It Yourself اليوم شوفوا شلون أنا راح أغير طريقة تركيب الرف هذا. هذا رف عادي شارينا من إيكيا، لكن ما ودي أعلقه بالطريقة اللي إحنا متعودين عليها، ودي أتفنتج شوي. شوفوا شنو راح أسوي باستخدام الرف هذا. الأشياء اللي تحتاجونها: رف خشب زايد عندكم، فيشرز، هوكات، موس، خرامة، دريل يدوي، وستريبات جلد. مثل ما تشوفون الجلد ممكن تشترونه من أي مكان، وقصيته على ستريب بالشكل هذا. نجفس الجلد، متأكد إنه هنحصل السنتر ماله، نواسيهم ونعلم مكان نبي نخرم فيه، نتأكد إنه على الأقل داخل 5 سنتي من طرف الجلد. باستخدام الخرامة نخرم بالمكان المحدد ونعيده على القطعتين. طبعاً أنا هني وراي مثل ما تشوفون في فتحات دريل معمولة ومحطوط فيها الفشر، نستخدمها عشان نثبت الهوكات هذه بالشكل هذا. بعدين نركب ونعلق قطع الجلد. ممكن تزيدون القطع على حسب مقاس الرف، لكن هني ما نحتاج أكثر من 2. بعدين ببساطة تحطون رف الخشب وتوازنونه. لازم يكون استريب اليلد متوازي محطوط بالأماكن الصح. كل ما زادت جودة الجلد كل ما قدرتوا تزيدون الأغراض على الرف مثل ما تشوفون.